الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. يعني هذه الآية في سورة لقمان وجدت في كتب التفسير من يستدل بها على تحريم الموسيقى والغناء، لكن واضح من الآية أنها أشمل من ذلك بكثير، يتعلق بكل من يبذل جهدا ليضل عن سبيل الله. ربما الذي دفع الذين قالوا بهذا القول وهذا الاستدلال هو ملاحظتهم لسبب نزول الآيات، على أن سببا الحديث عن سبب نزول الآيات يحتاج منا أن نتوقف عند ملمحين اثنين. الملمح الأول أن أسباب النزول تعطي إضاءة لفهم الآيات، ولكنها لا تقصر فهم الآيات أو التعامل معها على معنى واحد دون المعاني الأخرى، ولذلك قال العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والملمح الثاني عندما نريد الاستدلال بسبب النزول لابد أن نعرف السياق الذي جرى فيه الحدث. هذه الآيات نزلت في شيطان من شياطين قريش واسمه النضر بن الحارث. النضر بن الحارث ابتكر وسيلة جديدة لمحاربة الدعوة الإسلامية في مكة. المشركون في مكة كانوا يحاربون الدعوة الإسلامية بطرق متعددة، منها تشويه المعالم، منها تشويه السمعة، اتهام النبي صلى الله عليه وسلم، إثارة الشبهات، كذلك التعذيب والاضطهاد. هذا الرجل استخدم وسيلة أخرى، كان سيدا وكان غنيا وكان ثريا، ابتكر أسلوب جديد. هذا الأسلوب هو أنه أتى واستأجر راقصات ومغنيات وقال لهن كلما سمع شابا من الشباب أسلم يأمر اثنتين من هاتين الراقصات أن يذهبن ويرقصن ويغنين عند هذا الشاب حتى يترك القرآن ويترك الإسلام، ويعني هي بين قوسين عملية إسقاط أخلاقي. وكذلك كان يأمرهما، هذه بالمصطلح الحديث عملية تشويش، عملية تشويش بيدخلوا على بث قناة معينة أيوة. وبيشوشوا عليها. هذا في النسبة للشخص الآن. التشويش كان يتم واحد إعلامي كان يتم أنه إذا قال لهن إذا وجد مكان يقرأ فيه القرآن فاذهبنا وابدأنا بالغناء والرقص. هذا التشويش. إذن هذه الآية لا تتحدث عن الأصل الفعل، هي تتحدث عن استخدام الفعل، هي تتحدث عن عملية صد عن سبيل الله وعن طريقة من طرق يعني المعاداة لدين الله تبارك وتعالى. فلذلك جاء التعبير يشتري لهو الحديث، فهو يدفع المال مقابل هذا اللهو، ثم بيّن الغاية فقال ليصد عن سبيل الله. فالقضية إذن هو أنه يأتي إلى لهو الحديث هذا فيدفع مقابله مالا، وغاية دفع المال هو الصد عن سبيل الله. إن الذين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فلا يصح أن نقول إن الإنفاق غير جائز، لا، نقول إن الإنفاق إنفاق الأموال للصد عن سبيل الله غير جائز. أما أن يأتي أحد فيستشهد بأصل على بهذه الآية على أصل حرمة الفعل، هذه الآية بغض النظر الآن عن الحكم، ولكن جيد أن نعلم بأنه هذه الآية لا دليل فيها على هذا، ولكن هذه الآية تتحدث عن قضية خطيرة جدا. هذه القضية متعلقة باستخدام أدوات معينة من أجل الصد عن سبيل الله وابتكار استخدام الأدوات، واليوم ما يمكن أن نسميه الفن، استخدام الفن. هل إذا استخدم الفن للصد عن سبيل الله يمكن أن نقول أن الفن في أصله محرم؟ لا. واستخدامه لهذه الغاية، استخدامه لهذه الغاية. شوف، أنا ملاحظتي هنا أن النضر عندما استخدم هذا الأسلوب
هو وصناديد قريش الذين واجهوا الدعوة عجزوا عن أن يحاجوا الحجة بالحجة، عن أن يردوا على حجج القرآن وحجج رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجج من عندهم. هذه أسلوب العاجز، بل هم أسلوب الفاشل. يا سيدي هم أقروا الوليد بن المغيرة وكان أشعر وسيد البلغاء والفصحاء في قريش، عندما أرسلوه ليسمع القرآن ماذا رجع وقال لهم؟ قال إني سمعت قرآنا عجبا، إن له لحلاوة، وإن له، قال لهم إني أعلم الناس بالشعر ورجزه، ووالله ما هذا بشعر، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر وإنه يعلو وما يعلى عليه وما هو بقول بشر. يا سلام، شهادة. هذه هذا هذه شهادة سيد من سادتهم. أبو جهل عندما جاءه أحد شباب قريش قال له يا عم هل محمد كذاب؟ قال والله ما كذب محمد يوما، ولكننا كنا وبني هاشم كفر سيرها، أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا، حتى إذا تحاذينا بالمناكب قالوا منا نبي، والله لا نقدر على هذه. في هذه القضية أحد المفسرين يعني تفسر ذكر عن هذا النضر بن الحارث فقال تعريفا به، قال كان يأتي الحيرة يتجر فيشتري كتب الأعاجم الأخبارهم يحدث بها أهل مكة ويقول إن محمدا يحدثكم أخبار عاد وثمود وأنا أحدثكم أحاديث فارس والروم، فيستملحون قوله ويتركون سماع القرآن. يعني هو عامل مثل الحكواتي، بغض النظر عن إن هو بدأ يصوغ قصص وأساطير وخرافات ويعني يجمع عليه الناس حتى يصرفهم عن سماع القرآن الكريم، فهذا من اللهو وليس شرطا كما ذكر أخي إنه يعني موضوع الموسيقى وموضوع، وإنما هو أمر أعم، هي وسيلة خبيثة ابتكرها هذا اللي هو النضر بن الحارث ليشغل الناس بالتفاهات. أنا ممكن أعتبر أنه لهو الحديث هو الإشغال بسفاسف الأمور وتفاهاتها، وهذا الذي الآن عندنا طوفان طوفان من لهو الحديث. يعني بصراحة كثير من وسائل الإعلام، كثير من الأفلام، كثير من المسلسلات، كثير من كلها تبث ما لا حكمة فيه. والسورة سورة لقمان، ولقمان آتاه الله الحكمة كما أوردها في الآيات يعني، وسبحان الله الذي يبتغي الحكمة وأن يكون حكيما عليه أن يبتعد عن لهو الحديث وسفاسف الأمور حتى يحظى بالحكمة. فهؤلاء الذين يشتروا لهو الحديث الآن يعني يرصدوا الملايين وال يعني ملايين الدولارات من أجل أن يصنعوا الفن اللي هو الأفلام هذه التي لا تغرس في الشباب ولا في هذا الجيل، وخاصة في شهر رمضان، وخاصة نعم مسلسلات رمضان والفن في رمضان، الآية القرآنية يعني تمسخ العقل مسخا. يعني هون هذا يأتي صد عن سبيل الله. صد نعم. الآية القرآنية حددت الغاية مما يشترى، الغاية حددت الآية القرآنية ليصد عن سبيل الله. حتى الشيخ يوسف القرضاوي كتب عن هذا، قال والله لو استخدم القرآن للصد عن سبيل الله لانطبقت عليه هذه الآية. يا سلام. لما كيف الآن افتح الانترنت، معروف أسماء الله الحسنى لماذا، فتجد يقول لك إذا كان عندك ألم في المعدة فاذكر اسم الله فهذا 290 مرة، وإذا كان عندك صداع اذكر اسم الله هذا كذا. هذا صد عن ذكر الله. ما أنزلت أسماء الله الحسنى من أجل الطب ولا يعرف لها من سبيل، هذه أمور كلها غيبيات نأخذها بالنقل عن المصطفى صلى الله عليه وسلم ونفهم معانيها بما يتناسب
مع مقام ذي الجلال والإكرام سبحانه وتعالى، تحولت إلى مستشفى. هذا صد عن سبيل الله. الآن المغالاة في إخراج الشعائر عن حقيقتها، أنت تصلي لله تعبدا ورقا، يقول لك لا، أنت إذا استويت هكذا منع لك من انزلاق غضروفي، وإذا فعلت كذا، طب لو فعلت هذا وجاء انزلاق غضروفي، يبقى الصلاة ما لهاش فايدة غير مقبولة. هذا إخراج، ليس الأمر في هذا الغناء الواضح وهذا الفجور الواضح. الآن يسعون لتلبيس الإسلام، تلبيس الدين، لبس الصد عن الدين نفسه. هو هذا يمكن ربما يأتي في مجال الاتجار بالدين، هم يتجرون بأسماء الله الحسنى وبالأذكار. يعني كثير الآن من القنوات اللي بتبقى مثلا حاطة قرآن كريم أو حاطة أذكار لكي تبيع ما يدلسون به على الناس من أدوية يدعون أنها تشفي العقم وتشفي كذا وتشفي كذا. هذا استخدام للدين للاتجار. يعني الآن لهو الحديث، إذا رجعنا إلى تحرير المصطلح، لهو الحديث هو كل ما فيه، هو كل ما ليس فيه نفع والمقصد. اللهو بيختلف عن اللعب، اللهو يختلف عن اللعب. اللعب قالوا هو الانشغال الممتع بما فيه نفع، هذا لعب. اللهو هو الانشغال الذي يمتع الإنسان بما لا نفع فيه أو بما فيه ضرر. فلهو الحديث هو أن يكون عندي كلام، سواء كان هذا الكلام صورة أو فيلما أو أيا كان، الكلمة الحديث تشمل كل هذا، فيه ضرر أو لا نفع فيه. من حيث المبدأ الانشغال بلهو الحديث هو فيه إشكال شرعي، لكن تكمن المشكلة الكبرى عندما يستخدم هذا اللهو اللي هو هذا الحديث الذي فيه متعة، مسلسل، فيلم، أغنية، أيا كان، عندما يستخدم للصد عن سبيل الله. واستخدامه للصد عن سبيل الله يتجلى في مواطن كثيرة، من أخطرها موطنان. الموطن الأول أن يتجلى في مواسم يراد فيها للمسلم أن يقبل على الله فيأتي ليصدهم عن هذا الإقبال، كما هو في رمضان. المسلم في رمضان الأصل فيه أن يقبل على الله تبارك وتعالى. فبنشوف إحنا القنوات التلفزيونية تتسابق في سباق محموم في لهو الحديث. لا معنى للسباق المحموم هذا إلا الصد عن سبيل الله، صد الناس عن الإقبال على الله عز وجل، فتشغلهم عن القرآن وفي وقت التراويح، وتشغلهم عن القيام، وتشغلهم عن التراويح، وتشغلهم عن الصلاة، ويكون هذا الصد. هذا الموطن الأول. الموطن الثاني أن يكون في، قلنا في 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 زمان يراد فيه الإقبال على الله، أو في مكان يراد فيه الإقبال على الله، كما يحدث اليوم من استقدام الفنانين والفنانات، المطربين والمطربات، والراقصين والراقصات تحت عنوان هيئة الترفيه إلى المدينة المنورة، إلى منطقة المدينة المنورة، صحيح ليس إلى ذات المدينة، ولكن إلى المنطقة، إلى مدائن صالح. مدائن صالح، المهرجانات الفنية هذه، ما الذي جرى فيها؟ هذه مدائن صالح فيها نص نبوي أن لا يدخلها الإنسان إلا متقنعا باكيا مسرعا. فيأتي الصد عن هذا الأمر النبوي بأن يؤتى بالناس ليمكثوا فيها، لأنه أصلا هذه مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وينبغي أن يستذكر فيها الإنسان العذاب. فيراد مسح هذا، مسح هذا بإقامة حفلات يقيم فيها الناس ويرقصون ويفرحون ويرتكبون المنكر في منطقة المدينة المنورة، وبدل الاعتبار يحل اللهو والمجون، يحل اللهو والمجون. فهذا صد عظيم. يعني هناك قول إذا اجتمع شرف الزمان مع شرف المكان، يعني عظم الأجر وفضع العصيان. نعم، يعني إذا كان المكان والزمان، خاصة زمان رمضان مثلا، ومثلا المكان فالمدينة أو مكة وكذا،
فهذا يعظم فيه الأجر، الطاعة فيهما تعظم، والعصيان فيه يعظم فيه الذنب. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فكرة الصد عن سبيل الله أصلا هي معلنة، يعني لما يأتي ويتحدث أولئك عن هيئة الترفيه بأنه نحن نريد أن نخرج من عباءة التطرف الذي نعيشه، ونريد أن نجدد وجه المملكة، هذا ضرب من ضروب الصد عن سبيل الله. الآن وبالمناسبة هذا يحدث في معظم البلدان، ولكن حدوثه في معظم البلدان شنيع، وحدوثه في بلاد الحرمين أشنع وأخطر. علينا نلاحظ قوله تعالى بغير علم، لا ننسى هذا اللفظ، هذا القيد، بغير علم ويتخذها هزوا. فإن الإنسان قد يقع في شيء من هذه المعاصي بغير علم، فليس هذا الذي يشار إليه في الآية الكريمة. الإنسان ممكن يقرأ حديث موضوع ومكذوب ويؤدي إلى صد عن سبيل الله فيظنه حق لجهل عنده، فهذا ليس مقصود في هذا. فالآية القرآنية اشترطت في أن المشتري له الحديث أولا ليضل عن سبيل الله، هو يعرف ماذا يريد، ثانيا بغير علم، ثالثا يتخذها هزوا. ولذلك جاءت الآية التالية مؤكدة وكاشفة كيف، وإذا تتلى عليه آياتنا أبى ولا مستكبرا كأن لم يسمعها. لأن الذي فعل هذا بغير علم حينما تتلى عليه الآيات سوف يرجع يؤوب يندم على ما كان منه، أما الذي اشترى له الحديث ليصد عن سبيل الله بغير علم، هنا ليس بغير علم، هنا صد عن سبيل الله بعلم، فلن يقبل آيات الله مهما قلت. هؤلاء الذين يسبون أصحاب رسول الله جميعا ويكفرونهم جميعا إلا 7 أو 8 أو 12 صحابيا، هؤلاء الذين يشيعون كل هذا ويجعلون القرآن تفسير باطني، حوالي 70 أو 80 تفسير باطني عندهم، هؤلاء يصدون عن سبيل الله، يصدون عن سبيل الله بعلم وبفهم. لأنه لو كان بغير علم وسمعوا الأدلة والبراهين على طهارة أصحاب سيدنا رسول الله ونقائهم وشهادة القرآن لهم لرجعوا وأنابوا. لذلك أنا يهيأ لي أن عبارة بغير علم في الآية لا تعني بغير قصد، إنما طبعاً تعني أنه يستخدم الجهل صحيح في الصد عن سبيل الله، لأنه هو قاصد، لأنه هو أراد أن يضل بغير علم لظنه أن هذه الطريقة تضل عن سبيل الله وهي لن تنفع. أما هذا لا يعني أنه بغير قصد، لكن هو قاصد، بل دل على قصده أنه يتخذها هزوا. هذا تفسير زائد شوية عن لفظ القرآن. لفظ القرآن واضح، قال بغير علم، أنت حملتها بغير علم تأويل زائد، والأصل أخذ اللفظ على محمله الطبيعي. هو كيف يكون بغير علم وهو يقصد أن يضل عن سبيل الله؟ لأنه جاء في الآية الثانية بين ذلك، من ارتكب شيئا من هذا ليصد عن سبيل الله وكان بغير علم فإنه إذا تتلى عليه آياتنا لم يولي مستكبرا وسيرجع ويؤوب. أما الذي فعلها بعلم فسيصر على ما هو عليه، هذا أمر واضح. ثم قال تعالى ويتخذها هزوا كمان، يعني هذا هو الآيتان تتكلمان عن نفس الشخص ونفس الفعل. نعم، هذا شخص دفع مالا لكي يصد عن سبيل الله، يصد عن سبيل الله، إذن هو قاصد هذا الفعل تماما بغير علم لا علاقة. ولذلك عندما تليت عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها، لأنه عقد النية على أن يشوش، على أن يضلل، وعلى أن يصد. فلا بد أن يكون بغير علم هنا لها معنى آخر. كيف؟
يعني مش انه يفعل ذلك جهلا يا سيدي، ولا يفعل ذلك جهلا، هو يفعله قاصدا. ان في بعض الناس تقلده بغير علم، فليس هذا كما نجد مثلا رؤوس المبتدعه واتباعهم، رؤوس المضلين واتباعهم. الاتباع حينما ترفع الغشاوه، عبد الله بن ابي بن سلول كبير المنافقين كان يتبعه 250 شخص، فلما ازاله الله واماته رفعت الغشاوه عنهم فرجعوا الى الحق، مع انهم عاشوا فتره يسيرون في ضربه وعلى مسلكه، فلم يبق منهم الا 14 شخصا الذين اصر الله باسمائهم الى حذيفه بن اليمان. فقد يرتكب الانسان الشيء دون ان يعني، لكن اذا جاء ما يرفع يترفع به الغشاوه وهي تلاوه الايات لم يولي مستكبرا، انما الذي يولي مستكبرا هو المصر والجاحد على هذا الامر. على كل حال، هذا الصد هم كانوا يمارسون هذا الفعل لكي يحولوا بظنهم دون وصول الرساله الى الناس. هو ليس المقصود الصد، هو الايه عبرت بالاضلال ليضل عن سبيل الله، والاضلال غير الصد. الصد هو يمنعك من ان تصل الى الحق، ولكن الاضلال هو وسيله، هو ان ياخذك الى الباطل، هي وسيله من وسائل الصد. يعني هو كما يحدث الان عندما يمنع الناس من التعبير عن وجدان عما في نفوسهم، ويمنع بعض الناس من الخطابه، ويمنعون من الكتابه، ويمنعون من الظهور، ويسجنون ويسجنون. جميل، هذا صدهم، صدهم هذا كله صدهم. وفي نفس الوقت تفتح المجالات للمضللين. تماما. هي الفكره ان الصد، ان الاضلال اخطر من الصد، لانه انت عندما تصد الناس لا تضمن ان يتحولوا الى الضلال، ممكن ان تمنعهم. مثل الفتنه اشد من القتل، ولكن الاضلال هو تحويلهم. بل كان يسعى النضر بن الحارث، هذا النموذج، يسعى إلى تغيير قناعاتهم، يسعى إلى تغيير وجدانهم، يسعى إلى تغيير مشاعرهم من الهدى إلى الضلال. لذلك أنا باعتقادي أنه يجب أن نرجع إلى مفهوم لهو الحديث، بأنه عندنا لهو الإنسان مفطور على محبة اللهو بالمناسبة، يحب أن يروح عن نفسه، ولكن هنا لابد من التركيز على أن الإنسان يجب عليه أن يركز في قضايا الترويح عن نفسه، فلا يدخل في اللهو الذي يصد عن سبيل الله أو يضل عن سبيل الله. أو ليس هذا فقط، هو اللهو قد يكون مباحا في أصله، هو مباح، إذا استخدم في الصد عن سبيل الله يصبح حراما. طبعا، لذلك قلنا بأنه الإنسان في اللهو لا مشكلة في أصل اللهو، في أصل يعني الحكم. مثل المسرحيات التي كانت منتشرة، ولعل بعض، أنا الآن لا أتابع، لكن أنا أذكر عندما كنت غلاماً كانت المسرحيات المصرية مثلاً بالذات تعتمد أسلوب السخرية برموز الدين، هذا إضلال عن سبيل الله. يعني يستخدمون الفن ليضلوا عن سبيل الله، فيزرعوا في الناس الهزء بهذه الرموز. من الإضلال عن سبيل الله أن ينشغل الإنسان باللهو انشغالا يعطله عن القيام بواجباته الشرعية. اليوم في بعض الناس بيدخل في مرحلة لهو، يصبح الطابع العام على حياته هو اللهو، ويصبح الطابع العام على حياته هو العبث. هذا الطابع العام يشغله عن أداء الواجبات. الإنسان يحتاج إلى اللهو من أجل كسر روتين حياته، من أجل لذلك مثلا ساعة وساعة يعني مثلا الإمام الشافعي قال بأنه ليس من الورع، ليس من الورع التورع في البستان. يعني اللي بيخرج مع أصحابه إلى رحلة، إلى بستان، إلى نزهة، هذا شيء من اللهو، ليس من الورع أن يبقى في حالة الجدية فيه. يعني هو يحتاج إلى أن يترك هذه الجدية، أن يلهو، ولكن أن لا يتحول طابع حياته إلى هذا. على كل حال، في كلمة رائعة للإمام الشاطبي في كتابه الموافقات حينما تكلم عن المباح وتكلم عن المندوب في الجزء الأول، فقال: المباح قد يكون مباحا بأصله، مندوبا أو واجبا بالكل،
ومكروها أو محرما بالكل. يعني مثلا الإنسان وهو ضرب أمثلة، مباح له أن يمشي في البساتين دقائق معدودات، ليس شيء. مباح له أن يأخذ قفصا للعصافير أو آخر للأسماك أو ما شابه ذلك، لكن لو أنه أخذ من هذه الأشياء ما ضيع عليه أداء المندوبات صار مكروها، ولو أخذ منها وفعل بها ما يؤدى إلى ترك الواجبات صار محرما. ولذلك أمور المباح هذا بعض الناس يستخدمونه استخدام سيء، يقول الأصل في الأشياء الإباحة. نعم الأصل في الأشياء الدنيوية الإباحة مش الأخروية. المباح من أفعال الحياة الدنيوية لأنه بيسموه متساوي الطرفين بالضبط، فعله كتركه، لا هذا يأخذ أجر ولا هذا يأخذ عذاب. معنى هذا أنه لو تحرك يمنة فعلى أو يسرة فعلى نحو المندوب أو نحو المكروه ما عاد مباحا. يعني إنسان مثلا مريض بالسكر، نسأل الله الشفاء للجميع، ويأخذ قطعة مملوءة سكرا كبيرة، هل هذا مباح له؟ مش ممكن يكون مباح، هذا بلا شك دخل في المكروه، فلو أكل منها حتى أغمي عليه دخل في المحرم أو في غيبوبة السكر، يكون قد أهلك نفسه. طبعا إذن المباح ليس هو دائما مباحا، لا، تعتريه ما يغيره عن صفته الأصلية وهو كونه متساوي الطرفين. وهنا بس أنا أريد أن أربط بين الآيتين معا، آية أنه اشترى لهو الحديث ليضل، والآية الأخرى إذا تليت عليه آياتنا ولا مستكبرا. يعني هو جمع صفتين أساسيتين، صفة أنه استخذ لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، وصفة أنه إذا ذكر لم يتذكر ولم يقبل بخبس طوية وسوء نية، بل استكبر وفساد حقيقي. نعم، هل في الآية ملمح في الربط بين الآيتين؟ إن من عشش في قلبه لهو الحديث كان تعامله مع القرآن كأن في أذنيه بقرا لا يدخل القرآن قلبه. وهذه وردت في سورتين أيضا، سورة الإسراء جاءت برضو مشابهة، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم، هذه في الكهف، إسراء وقرأ، هذه في الإسراء. أما اللي في الكهف إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرأ وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا. الحقيقة هنا في وقفة مع موضوع السمع، عادة إن السمع والبصر دائما يقدم السمع على البصر، لأنه سبحان الله الأسماع هي التي يعني منها تتلقى التنزيل، وحتى الأنبياء إنما كان يعني تنزل القرآن الرسالات عليهم بالسمع أكثر من البصر، له يعني حاسة محدودة. فهنا يحاسب الإنسان على ما يسمع أكثر مما يحاسب على ما يبصر، ولذلك هنا التجديد كبير إنه كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرة، والوقر اللي هو الصمم أو الثقل في السمع. وهنا الحقيقة أنا بدأ بس أضرب مثلا أو أتساءل، يعني أنتم بتتكلموا على المسلسلات والأفلام، طيب لما يجي حاكم من الحكام يعمل لك أناشيد وطنية تمجد فيه، ويعمل لك حفل وطني، والمسجد الأقصى الآن تصادر مصلياته باب الرحمة، والحائط البراق منه، بل ويصاد ويهود بأكمله، وبيجي لك الحاكم هذا بيحتفل احتفالات، ينفق الأموال تمجيدا بحكمه وبوطنه وبكذا، أليس هذا له حديث؟ يعني أي مدح لهؤلاء الحكام، والأغاني التي تنشد من أجل هؤلاء الحكام، أليس هذا له حديث حقيقة ويضل عن سبيل الله؟
يعني في النهاية هو مش سائل عن المسجد الأقصى يعني هذول باعوا المسجد الأقصى لا يعني هم باعوا المسجد الأقصى وهم جزء في من بيعه يعني هو في أخي الآن إحنا على هو فعل ما هو أكثر من ذلك. تجد واحد حطط لك علم بلاده وكذا ونازل لك يعني خبط في كل من يعني يقترب من ولي عهده أو حاكمه أو يعني هذا طغيان هذا طغيان لكن خلينا نرجع لقصة ويسخر لهذا الطغيان له الحديث يعني هذه أنواع هذه الآية ممكن أن تفتح بابا للنقاش في تلك الأمور التي تحرم في ظروف معينة ولكنها في الأصل لا دليل على حرمتها صحيح وأكثرها شيوعاً الموسيقى الموسيقى والغناء لأنه كما ذكرت عندما تقرأ في تفسير ابن كثير أو ابن جرير الطبري يأتي لك بروايات عن بعض الصحابة أنهم فهموا هذه الآية في منع الغناء والموسيقى على إطلاقه وإن كان الشيخ أبو الخير شرح لنا أنه هذا الأمر هذا ربما كان نوعاً من الالتباس بسبب الحال القصة التي نزلت بسببها هذه الآيات والحقيقة أن الموسيقى والغناء هي شيء يتقبله الإنسان بشكل فطري فإذا كان أريد استخدامه لخير ينبغي ألا يكون فيه شيء يعني أنا أريد أن ندخل هنا في هذا أول شيء بدنا نفرق بين الغناء والموسيقى صحيح أنهما يجتمعان في غالب الأوقات ولكن الغناء فحتى في اللغة يندرج تحته الشعر ويندرج تحته تحسين الصوت بالغناء بدون موسيقى وما إلى ذلك وسئل الشافعي عن الغناء فقال الشعر عن الشعر والشعر أصلا هو ضرب من الغناء كانوا يقولون ينشد الشعر ولم يقولوا يلقي الشعر قال الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح بالنسبة للموسيقى أنا لا أريد أن ندخل في الآن الترجيح الجواز أو عدم الجواز ولكنني أعتقد أنها من القضايا التي لن ينتهي الجدل بشأنها وعندنا فيها فريقان الفريق الأول هو الفريق الذي يقول بحرمة الموسيقى وأدواتها وآلاتها يعني حرمة الموسيقى من حيث العزف والسماع نعم والفريق الثاني الذي يقول بجواز سماع الموسيقى والاستماع إليها بضوابط أهمها أن لا تثير الشهوة أن تكون يعني موسيقى محترمة ليست من الموسيقى الغرائزية اللي فيها رقص الآن هذه القضية لن تنتهي النقاش فيها ولكن الذي أريد أن أقوله هنا أنا أعتقد أنه يجب على كلا الطرفين أن يحترم قول الآخر هي المشكلة أن يتم افتعال معركة ليست ذات جدوى من هذه القضية تستنزف الطاقات وتستنزف الجهود وتستنزف الأوقات قضية الموسيقى هي خلاف بين الفقهاء وبين العلماء هناك علماء معتبرون قالوا بالحرمة وهناك علماء معتبرون وأجلاء قديما وحديثا قالوا بالجواز على الذين يقولون بالحرمة أن لا يسفهوا قول القائلين بالجواز وأن لا يعتبروا أنهم متحللين ولا متهتكين ولا أنهم يعني أن لأنه اليوم هذه المعركة كل طرف يصف الآخر بأوصاف غير لائقة الأصل أن يحترم قول يعني هذا وعلى الذين قالوا بالجواز أن لا يصفوا الآخرين بأنهم متحجرين ومتخلفين وبأنهم غير قادرين على التطور يا سيدي هذه المسألة خلاف فقهي وقالوا لا ينكر في مسائل لا إنكار في مسائل الخلاف يعني ما دامت مسألة خلافية فليحترم كل أحد يعني من قوله من يرى التحريم إذا أراد تعففاً أن يمتنع فليمتنع ولكن لا يعتبر أن من يرى الإباحة تماماً وكأنه ارتكب معصية ارتكب معصية ولا يجوز أن يسعى إنسان إلى فرض رأيه على الآخر هو أهم شيء في المسألة لا هذا ولا ذاك أهم شيء في المسألة الضوابط التي وضعت الضوابط لو وضعت ونفذت لاقترب الطرفين جدا 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 المفترض أن أسمع الموسيقى وأسمع الغناء فيما ليس بمحرم أسمع الموسيقى والغناء فيما لا يسر الغرائز أسمع الموسيقى والغناء
فيما لا يؤدي إلى تضييع الوقت وتضييع المندوبات والواجبات. أما إذا ضيعت هذا فمش ممكن تكون مباحة أبدا. هذه الضوابط لو وضعت بهدوء جدا ما وجدت أي خلاف بين الاثنين. هو الخلاف من هذا الذي يسير في هذا الطريق بلا ضوابط، أو في هذا الطريق مع الإغلاق التام بلا قبول للرأي الآخر. يعني إذا كان واحد زي الإمام البنا يقول لا تكسر من الكلام مع أخيك فإن الواجبات أكثر من الأوقات. الواجبات المسلم منا إذا كان مطلوب منه على عاوز يقرأ جزء القرآن، مطلوب منه بعض الركعات بالليل، مطلوب منه صلة الأرحام، مطلوب منه بر الوالدين. الذين يسمعون هذا كله ماذا يفعلوا؟ إذا كبر الوالدين أهملهم، وصلة الأرحام قطعنا والحمد لله، والسعي ما في شيء. فهي القضية قضية مجتمع جاء فيه بعض الترف قديما كما يحدث الآن، بعض التسيب الكثير، فهذا الذي يؤدي إلى هذه الفجوة الكبيرة جدا. لكن تعال مثلا لما يأتي مثلا واحد زي عبد الحليم حافظ يغني ويقول قدر أحمق خطى، قدر يعني القدر الذي من عند الله بقى خطى أحمق، كسرت هامتي خطى. لما تيجي واحدة زي أم كلثوم تغني وتقول لك إنصاف المذل المنعم وتجني القادر المحتكم، إيه ده؟ مش ممكن يكون حلال. هو يا سيدي ممكن أنا أقول إحنا إذا وهذه الكلمات، هاي المشكلة في الكلمات. لا لا، إذا بدنا ندخل الآن في ضرب الأمثلة، في الأمثلة على ذلك كثيرة، ولكن وجود المثال أو وجود بعض الحالات بالمناسبة، يعني إذا بدنا ندخل حتى فيما يسمى الإنشاد الشرعي اليوم، حتى الإنشاد مع الدف يصل بعضهم إلى بعض الإشكالات الشرعية في الأقوال والأفعال. يعني أنا باعتقادي إطلاق حكم عام بسبب بعض المواقف والأشياء يحتاج منا إلى تدقيق كبير. أو أنا الشيخ تكلم عن المحتوى. تمام، عن إذا المحتوى فيه مشكلة. إضافة إلى نقطة، إنه إحنا في النهاية هذه افتعال معركة بهذا يضيع علينا الحديث عن مسائل كبرى. يا عمي اليوم المطلوب من العلماء، مطلوب من الدعاء قضايا كبرى. ذكرتني لما هذه القضية إلى الآن تثور حولها معارك تضيع الأوقات وتبدد الجهود. يا عمي يحترم كل واحد طرف قول الآخر وخلاص. ما عادش في معارك، خلاص انتهى. في مطلع بيحرموها خلاص، تجاوزوها خلاص انتهى. شوف في مطلع الثمانينيات كنت أزور لندن بعد ما خلصت دراستي الأولى، تركتها فترة فزرتها زيارة قصيرة مرة، كان في مخيم صيفي ودعوني إليه الزملاء. صادف عودة الشيخ محمد الغزالي من أمريكا ومعه الشيخ حسن أيوب رحمة الله عليهما. فرحنا زرناهم في الفندق عشان نجيب الشيخ محمد الغزالي يلقي كلمة في دار رعاية الطلبة المسلمين بلندن. فاحنا جالسين معاهم في الغرفة في الفندق بنقول لهم يعني كيف الرحلة لأمريكا وكيف كذا. قال الشيخ الغزالي يعني كان يعني مستاء من بعض ما شهده في أمريكا، إنه أكثر ما يشغل الشباب المسلمين في أمريكا حكم الموسيقى. قال تركوا كل قضايا الأمة وانشغلوا في حكم الموسيقى، فكانت هذه تؤرقه حقيقة، وعبر عنها بحالة من الانزعاج رحمه الله. هي هذه المشكلة بصراحة شديدة. تم إشغال الشباب المسلم في الفترة السابقة بقضاء بمعارك فقهية فرعية لإشغالهم عن قضايا كبرى، أحدها الموسيقى. اليوم في عندنا مسائل ما يزال يثور. لا على فكرة، فترة من فترات التصوير، قضية الصور، قضية الصور الموسيقى، فترة من الفترات، بعدين قضية التوسل، قضية الآن شيخنا يقول انه الان الذين قالوا انتهى، لا هؤلاء مشايخ الريموت كنترول، لما الحاكم قال لهم الموسيقى جائزه قالوا جائزه، قال هؤلاء لا يعتبر. ولكن ما تزال القضيه، انا الان اريد ان اقول بانه الشباب يجب ان ينتبهوا ان هذه القضيه هي من القضايا الفرعيه، الموسيقى من القضايا الفرعيه او التصوير من القضايا الفرعيه. هذا الاغراق في الجزئيات يشغلهم عن واجبات عظمى، وإغراق العلماء والدعاة في الجزئيات يشغلهم عن قضايا كلية مطلوبة منهم.
ما يشغلهم عن قضايا العدل والظلم والاستبداد. هذه القضايا الكبرى هي المطلوبة اليوم من العلماء أن يقفوا في وجهها. من أغرب المظاهر كانت أن بعض الذين كانوا يحرمون الموسيقى كانوا عندما يعزف السلام الملكي يقفون إجلالاً وأعظاماً. هذا لأنه ولي الأمر يقول بذلك. السلام الملكي موسيقى إيش هو يعني؟ فأنا أعتقد أنه يعني أهم من الحكم، أهم من الحكم الشرعي، أول شيء أن نربي في أنفسنا في عموم مجتمعنا احترام الآراء المختلفة، تقبل الآراء ما دامت صادرة من كل طرف باجتهاد والذي أصدرها عالم معتبر محترم، وعدم التسفيه. هذه قضية تسفيه الآخرين وتسفيه بعضنا بعضا وعدم الاحترام الموجودة، وكأن الذي يقول بجواز الموسيقى شاذ متهتك متحلل، أو الذي يقول بحرمة الموسيقى متخلف متحجر. يا أخي هذه قضايا يعني لا تحتاج منا كل هذا. عودة إلى الآيات، تخيل أن الآية تصور مشهدا في مكة المكرمة في سنوات الدعوة الأولى، هو مشهد نضال من أجل أن تعبر عن رأيك بحرية، وحرب تشن عليك لكي لا يسمح لكلمتك بأن تصل إلى أحد. يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم له مطلب أساسي في محاججته للملأ من قريش، أن خلوا بيني وبين الناس. هو لديه من الثقة أن دعوته دعوة تصل إلى قلوب الناس ويقبلون عليها لو سمعوها. الملأ من قريش الذين عاندوه واستكبروا عن قبول الحق أدركوا أن تلك حقيقة، فأرادوا أن يمنعوا الناس من الاستماع إلى ما لدى الرسول صلى الله عليه وسلم وما لدى أتباعه. ومن هنا يأتي هذا الجهد، يعني هذا كما يحصل حاليا، يحجر على ناس وتفتح القنوات لأناس آخرين. في فترة من فترات قبل الإنترنت كان العلماء المستبد، كان العلماء، كان الحكام المستبدون يمنعون كتب العلماء، يسحبونها من الأسواق. في سوريا كانت تسحب الكتب، في مصر، في السعودية كانت تسحب الكتب من الأسواق. تصور أن هؤلاء عقلية الاستبداد هذه حتى بعد الإنترنت وانتشار الكتب وعدم فاعلية منع الكتب، ما يزال هناك كتب تمنع في معارض الكتب، لا يريدون لبعض الكتب. هذا 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 صد عن سبيل الله، هذا ضلال عن سبيل الله، هذا نفس فعل النضر بن الحارث. المشركون ماذا قال الله عز وجل عنهم؟ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. لأن الذي يرى نفسه هشا لا حجة عنده يخاف من أن يسمع الرأي الآخر. لذلك الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه من كثرة يعني الدعايات المضادة وضع القطن في أذنيه حتى لا يسمع القرآن. بعدين هو اتهم نفسه، قال أنت يا أخي يعني أنت تحترم عقلك أم لا؟ أنت إنسان لك تفكير. فمجرد ما رفع القطن سبحان الله أسلم، يعني سمع القرآن فأسلم، دخل إلى يعني شوف كم كان سيحرم نفسه بالضبط ذلك الخير. فهم يحاولوا أن هم يصدوك عن الحق بلهو الحديث. لذلك شوف الله عز وجل ماذا قال في وصف المؤمنين، قال الذين يستمعون القول. القول للتعريف في هذا هو الاستغراقية، تفيد العموم، أي أنهم يستمعون كل قول، يستمعون القول الحق ويستمعون القول الباطل ويستمعون القول الجيد والقول الرديء والقول الغث والقول السمين، يستمعون القول ولكنهم عقلاء قادرون على التمحيص فيتبعون أحسنه. هم يستمعون كل شيء، ما عندهم حجر على شيء. أنا الآن أنصح الشباب أبنائنا الطلاب خاصة في بريطانيا ألا نستخدم أساليب الصهاينة في منع الآخر من الكلام. يعني بيستشيروني في بعض الأوقات أنه الجمعية اليهودية في جامعة كذا تريد أن تدعو جنرال في الجيش الإسرائيلي ليتكلم، ونحن من باب أن هذا جنرال في الجيش الإسرائيلي نريد أن نطالب بمنعه من الكلام. أنا أقولهم رأيي أنه لا، نحن لا نمنعهم ولا يمنعونا، هذا مجال فسيح فليتكلم وردوا عليه، جادلوه أمام الناس.
صاحب الحق لا يخشى مما لدى أصحاب الباطل، يعني لأن لديه الحجة ويمكن أن يقارعه. استمعون القول، خلي الناس تسمع القول. الآن مشكلتنا، المشكلة التي تواجهنا في كثير الأماكن، أننا نمنع، مش إنه الناس، يعني الناس ليست لديها حجة في مقارعتنا، سواء فيما يتعلق بحقنا في فلسطين أو فيما يتعلق بحقنا في الربيع العربي والمطالبة بتغيير أوضاع الشعوب العربية نحو الأفضل، أو بدفاعنا عن شريعة الإسلام وعن عقائد الإسلام. هم يمنعون بعضنا من دخول الجامعات لأن ما لدينا مقنع وناصع البياض ويمكن أن يصل إلى الآخرين. فأنا رسالتي أنه ينبغي ألا يستخدم سلاح المنع ضد أحد. نعم، هو لا إكراه في الدين أصلا يا سيدي. النبي صلى الله عليه وسلم استقبل وفد نصارى نجران وأنزلهم وين يا شيخنا؟ المسجد. أنزلهم في المسجد النبوي. وفد من نصارى نجران أنزلهم في المسجد النبوي، ما جاءوا سياحة، هؤلاء جاءوا من أجل الحوار وجاءوا من أجل المجادلة وجاءوا ليعرضوا أقوالهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما عنده مشكلة. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، ليضل عن سبيل الله. هذا يستخدم داخل البلاد الإسلامية. الآن يقول لك إن من مقاصد الشريعة، انظر إلى الكلام، المساواة، وهذا مقصد أساسي، وبالتالي لا فضل للذكر على الأنثى في الميراث. هذا صد عن سبيل الله، وتغيير لحكم شرعي أصيل واضح قاطع دلالته لا تحتمل مفهوم آخر، ولكن استخدم كلمة جميلة اسمها المساواة وجعلها مانعة لإقامة شرع الله. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، برضو بيستخدموها كذلك مثلا، أو لا تجدن، إلى آخر هذه الكلمات. هذا كل كلام باطل. يعني أنا أريد أن أقول ليس استخدام لهو الحديث في الأمر المعروف من العري والفساد أو من الأمر المختلف فيه من الموسيقى، لا، ده من ألفاظ شرعية، ألفاظ حقيقة شرعية معلومة. يعني فعلا المساواة من مقاصد الشريعة، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، هذا من تحريف الكلمة عن مواضعها. فهنا استخدم اللفظ القرآني في غير بابه، مثل القرآنيين برضو استخدموا الصلاة بأن الصلاة المقصود بها الدعاء وليست هذه الصلوات المخصوصة المعروفة، وأن الزكاة ما نعرف سنة احنا، الزكاة هي النمو والنماء للمال، خلاص ينفقه، خلاص أي شيء ينفقه، ما في مقادير ولا في شيء من هذا كله. من أين أتيتم بهذا كله؟ من السنة؟ لا نحتاج السنة. ثم يأخذون ليصدوا عن سبيل الله بقوله تعالى في سورة النحل تبيانا لكل شيء، الآية 89، ونسوا أن قبلها في الآية 44 لتبين لهم، ويستخدمون قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، للصد عن سبيل الله. يستخدمون القرآن للصد عن القرآن. نعم القرآن كمل وتم والدين كمل وتم، لكن كمل بإيه؟ كمل بأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. كمل بإيه؟ وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كمل بماذا؟ من يطع الرسول فقد أطاع الله. كمل بماذا؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. كل هذا أساليب أخرى للصد عن سبيل الله. ليست هذه الأمور التي واضحة من غناء ولا عري ولا شيء، ولا الخلافية كالغناء الذي يقبل الخلاف فيه، لا. الآن بيستخدموا الشريعة للصد عن سبيل الله، وهذا كما قال الشيخ هو من باب تحريف الكلمة عن مواضيعه. لذلك شوف في ختام الآية، هؤلاء الذين يشترون لهو الحديث ليضلون عن سبيل الله، ما قال فله، ما قال فبشره بعذاب أليم مهين، قال فبشره بعذاب مهين.
لأن هذا السلوك يستلزم الإهانة. أولئك لهم عذاب مهين. يستلزم. عفوا هي أولئك لهم عذاب مهين. أولئك لهم عذاب مهين. الثاني لأن هذا السلوك يستلزم الإهانة، لأنه سعى إلى إهانة المنهج، إلى استخدام أي وسيلة كانت مباحة في أصلها من أجل الصد عن سبيل الله عز وجل، فشوش على الناس القضايا وشوش على الناس الأفهام. وهذه الطريقة من الاستكبار، إذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا، هذا الاستكبار عقابه الإذلال، والإذلال محض إهانة. فكانت أولئك لهم عذاب مهين، العذاب الذي فيه خزي وفيه عار، لأن الذي يضل عن سبيل الله تعالى بسطوته وبقوته وبجبروته لابد أن تكون نتيجته الإذلال والإهانة.